شباب وصبايا، اهلا وسهلا فيكم بقناة وولف جيمنج. اليوم يا جماعة نزلت عنا فعالية جديدة وهي الجروب بورتشيز بيركس بدنا نحكي عنها. بالاضافة بدنا نحكي عن تعاون PUBG موبايل مع محمد عدنان والطريقة اللي فيكم تربحوا فيها 300 يو سي. فقبل ما نبدأ المقطع بدي اتمنى عليكم ما تنسوا تدعموني بلايك. للاشخاص اللي عم بيشوفوني لاول مره اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس كرمال يوصلكم كل شيء جديد عم نزله. خليكم معي وتابعوا للاخر. لكن يا جماعه منفوت دغري على تعاون محمد عدنان مع PUBG موبايل والطريقة اللي فيكم تربحوا فيها 300 شدة. كل المطلوب منكم انه بكرة الساعة 8 ب12 الشهر بدنا نفوت كلنا سوا على يوتيوب، على الموقع الرسمي تبع PUBG موبايل. بدنا نحضر اللايف ستريم تبع محمد عدنان. بالكومنت بدكم تكتبوا كومنت حلو مثلكم، بالاضافه بدكم تحطوا الاي دي تبعكم لفرصه انه تربحوا 300 يو سي. هيدا بالنسبه لتعاون محمد عدنان مع PUBG موبايل. خلينا ننتقل هلا للفعاليه الثانيه واللي هي جروب بورتشيز بيركس. في عنا بالجروب بورتشيز بيركس الاغلبيه صاروا يعرفوها، صرت شارح عنا بكذا مقطع من قبل. في عندكم يا اما انه تنضموا لفريق، وهو الفريق بيجي مكون من 3 اشخاص، او انتو بدكم تألفوا فريق وتدعوا الاشخاص اللي بتلعبوا مع PUBG كرمال تقدروا تشارجوا القيمة اللي انتو بدكم اياها. مجرد ما انتو تشارجوا ويكتمل الجروب تبعكم بيطلع لكم 10 يو سي بالاضافه لبطاقتين كلاسيكيه. اما اذا كان في حدا معكم مشرج لاول مره بيطلع لكم 20 يو سي بالاضافه لبطاقه مهام. هلا بالنسبه للاشخاص اللي بيعملوا جروب وبضل ناقصهم شخص او شخصين يحطوا لي الكود الانفايت تبعهم بالكومنت عندي بالتعليقات، وانا بجرب قد ما في اقدر فيدهم بهذا الموضوع. لهم نكون خلصنا المقطع تبعنا. بتمنى ما كون طولت عليكم. ما تنسوا تدعموني بلايك اذا عجبكم المقطع. الاشخاص اللي عم يشوفوني لاول مره اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس كرمال يوصلكم كل شيء جديد عم نزله. اذا حدا عنده اي استفسار يترك لي بالتعليقات. ميرسي كتير لكم يا جماعة، ميرسي لوقتكم ويعطيكم ألف عافية.